في بيروت حطت الدبلوماسية الروسية رحالها. نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف زار العاصمة اللبنانية وعقد لقاءات مع العديد من المسؤولين والسياسيين، وفي مقدمة المواضيع التي بحثها الأزمة السورية. كان لبوغدانوف لقاء أيضا مع ممثلين عن هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا. وكذلك أود أن أشير إلى أن يعني نقاط لهذا البرنامج تتطابق مع نقاط بيان جنيف من 30 حزيران من العام الماضي، ونحن نبني عملنا في سبيل تحقيق هذه التسوية على أساس على قاعدة هذا البيان. المسؤول الروسي التقى بعيدا عن عدسات كاميرات الصحفيين أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ومع أن أي معلومات رسمية لم ترشح عن لقائه مع زعيم الحزب اللبناني، إلا أن صحف بيروت تحدثت عن تطرق الرجلين إلى الأزمة في سوريا وربطته بتزايد الحديث عن مشاركة الحزب اللبناني في القتال الدائري هناك، ولا سيما في القصير بمحافظة حمص وفي مناطق بريف دمشق. وكان حزب الله عبر مسؤولين فيه قال إن تدخله في سوريا يقتصر على تقديم العون للبنانيين يقيمون على الجانب الآخر من الحدود ويتعرضون إلى مضايقات من المعارضة المسلحة. بطاقة تابعة لحزب الله اللبناني، ونقول لكل هذه المعارضة سبق أن أعلنت أنها ردت على تدخل حزب الله بقصف قرى في منطقة البقاع شرقي لبنان، بينما هدد سلفيون لبنانيون بقتال الحزب الشيعي في سوريا إذا استمر في إرسال عناصره إلى البلد الجار على حد قولهم. موقع لبنان المحاذي لسوريا وتداخل الحدود وتشابك العلاقات بين الجارين بمكوناتهما السياسية المختلفة، فضلا عن الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من 8 سنوات، ينذر بتحويله إلى ساحة مواجهة جديدة لصراع تخطى مبكرا حدوده المحلية. وائل حجار، BBC.